اهلا وسهلا بكم واهلا بضيف الكرام دكتور ماجد تركي والاستاذ محمد العصيمي والاستاذ عقل البهلي والاستاذ عبد الله ناصر عتيبي الى موضوعنا التالي. وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي وسط استقبال رسمي وشعبي حافل، وذلك في مستهل زيارة يقوم بها إلى عدد من الدول العربية. وتأتي زيارة ولي العهد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول المختلفة في المجالات كافة. أستاذ محمد، عدا عن أهمية زيارة ولي العهد يعني الإقليمية لأنها أيضا تأتي قبل قمة الـ20، كيف تقيم المسألة؟ هو بطبيعة الحال إذا استثنينا مواقف بقايا اليسار العربي اللي ناموا عند المرحلة الناصرية، عقولهم نامت عند المرحلة الناصرية، وبالتالي ما في تطور في هذه العقول، وتجد منهم الآن بعض التغريدات والأشياء على تويتر وغيره. الجولة بطبيعة الحال مهمة جدا في هذه المرحلة، ودائما جولات ولي العهد تؤدي إلى نتائج كبرى وممتازة للمملكة، خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية، على صعيد اكتشاف الفرص فيما بين المملكة والدول الأخرى سواء كانت عربية، في مجال الاستثمار، في مجال التبادل الاقتصادي، المنافع إلى آخره. ووصولا إلى قمة الـ20، في قمة الـ20 سيكون هناك لقاءات لولي العهد كما ذكرت الأخبار برئيس مع بوتين، حتى ربما مع أردوغان. نعم، كما أشير. بالتالي ما ينتظر منها هو شيء كثير وشيء كبير، فقط ننبه إلى أن ما يدور حولها هو مجرد من بعض الأسماء ومن بعض العناصر، هو مجرد هراء لا يقدم ولا يؤخر. ولا يؤخر. عبد الله اللي يقول يعني ما يثار حولها أنه هي الجولة تأتي في ظل الحديث الإعلامية محاولات قلب الحقائق حول قضية خاشقجي، أنت كيف شايف انعكاس هذه الجولة على المواقف سواء الرسمية أو غيرها؟ يعني احنا اعتقد جميعنا نعرف ان الحملات الإعلامية اللي كانت لاحقة لقضية خاشقجي ما كان الهدف فيها الأساسي هو القضية نفسها، كان الهدف فيها يعني السياسة الخارجية للمملكة بشكل عام، لكن السياسة كان المقصود فيها المملكة ولي العهد تحديدا بلا شك، يعني كان القصد منها التأثير على المملكة بشكل عام في سياساتها الداخلية والخارجية. أنا أعتقد أن مثل الجولة هذه يعني تؤكد على ديناميكية السياسة الخارجية السعودية، حيوية السياسة الخارجية السعودية، وأن هذا مثل هذه يعني الحملات الإعلامية لا تؤثر علينا بشكل كبير، يعني لها هامشها المعين عند السعوديين. يعني أنا رجل يعني لي في الإعلام وموجود في المجالس، أشوف بعض الناس يعني إذا انكتب مثل تغريدة مثل ما تفضل الأخ محمد، ولا مقالة في صحيفة البش عارف إيش في كوريا ولا في أمريكا ولا في النرويج ولا في الدنمارك، كأن الدنيا يعني بالنسبة لبعض الناس كأنها هي نهاية العالم. يعني هذه تحصل كل الدول الفاعلة، يعني كل الدول لها حركة ولها وجود على الساحة الدولية، ينعكس يكتب عنها دائما عشرات المقالات، عشرات التحقيقات، عشرات الأعداء. فبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن كسعوديين وكسعوديين مرحلة جديدة، أنا أعتقد أنه يجب أن يكون عندنا جدار حماية من الشغلات هذه، لن تنتهي يعني خلال الشهور والسنوات المقبلة. فبالتالي أنا أعتقد أن الدوائر السياسية السعودية تعرف هذا الشيء، فبالتالي لن تؤثر على حيوية هذه السياسة الخارجية. الأمير محمد الحين
يقوم بهذه الجولة التي تخدم المصالح السعودية والسعوديين أولا وأخيرا. سيذهب لبعض الدول العربية، سيناقش مصالح السعودية في هذه الدول كذلك، ثم يذهب إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين لمناقشة أيضا مصالح السعودية، يجتمع مع زعماء عالميين في هذه المسألة. فبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن يكون لنا، وأكرر على هذه المسألة تحديدا، أن يكون لنا جدار حماية ضد ما يكتب في الإعلام الغربي. يستشهدون القناة الفلانية تضع عاجل، الصحيفة الفلانية تقول كذا. بالمناسبة يعني لو سمحت لي بس دقيقة، تفضل. بعض الجهات اللي معادية للسعودية الآن، فيه مثلا مؤتمر لوزير لرئيس الوزراء الدنمارك مثلا، يناقش قضية داخلية في الدنمارك، ربما يناقش قضية خارجية في تبع الاتحاد الأوروبي، يرسلون أحد يعني موظفينهم إلى هذا المؤتمر الصحفي، ثم يسأل في نهاية المؤتمر أو في وسطه ماذا بشأن مقتل خاشقجي في السفارة، ثم يكون له رد الوزير هذا، رد يتناسب أو متفق مع الرد الدولي، ثم يأخذونها عاجل وكأن رئيس الدنمارك مثلا له موقف من قضية خاشقجي. ليس له موقف من قضية خاشقجي إلا من قريب من بعيد، لكنها من عملية الحشد الإعلامي اللي يريدون فيه التأثير على المملكة. طيب عبد الله، هل كان يقتضي مثل هذا أن يكون لنا أيضا إحنا طبعًا حضور؟ طبعًا، وهذه حنتكلم عنها في الموضوع في التواصل. في محور التواصل. طيب ممتاز. أجل خليني أشوف دكتور ماجد كيف شايف أيضا مردود لقاءات ولي العهد مع قادة الدول، سواء في الجولة العربية أو حتى في قمة العشرين. أنا ودي أفصل شوي القمة العشرين عن الجولة. بس هي بعدها مباشرة. بعدها مباشرة، بس لسببين. سبب موضوعي. أولاً قمة العشرين هي اقتصادية، تجمع 90% من اقتصاديات العالم وفيها قادة كذا، لها مسار اقتصادي صرف. بغض النظر عن على هامش القمة سيكون هناك لقاءات لا طابع سياسي، ولكن الجوهر هو اقتصاد عالم، إدارة الاقتصاد العالمي. أما جولات ولي العهد، طبعا احنا يعني رسميا ما طلعت في أي تفاصيل فيما يتصل بدول الزيارة أو التفاصيل، ولكن أنا أخذ مسار شوي مختلف عن زميل الأستاذ عبد الله. أنا أتصور أن الزيارة هي تهمش ردات الفعل السلبية أو التفاعلات السلبية التي تقدمتها بعض مؤسسات العلم. بالعكس، أنا أقرأها من زاوية سياسية مختلفة. فضل. هناك تحرك أوروبي يعني غريب جدا في قضية العقوبات تجاه إيران، بل هناك طرح لتأسيس نظام مالي مشترك، حلقة مغلقة ما بين روسيا وإيران وبعض الدول الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأمريكية. الجانب الثاني، هناك تحرك بريطاني مشبوه من خلال المبعوث الأممي في اليمن. يعني التحالف العربي سنوات طويلة هو يحاول أن يتدخل تدخل الأمم المتحدة وتشير في حلف حديدة، وكانوا يرفضون. لما الآن انحشر الحوثي وأصبح في خانة ضيقة، وأصبح الحراك التحالف والقوة على الميناء قوية جدا، أعلن حقيقة المبعوث الأممي أن هناك تفاهم مع الحوثيين من أجل دور رائد للأمم المتحدة، بمعنى فك في إدارة ميناء الحديدة، حتى لا يأخذ التحالف. طبعا قد يكون في شيء عن اليمن ما أريد أدخل في التفصيل، ولكن أنا في تصوري أن جولة ولي العهد هي تستوعب الطرح الذي تقوده مجموعة من الدول تحت عنوان النظام الشرق أوسطي الجديد. وهذا النظام جديد تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، والحاضنات إقليمية هي إسرائيل وإيران. وهناك فلسفة طويلة جدا في هذا المسار، فيها مسار أمني وسياسي واقتصادي. أنا أتصور أن الزيارة أكبر من حيز قضية تحييد ردات الفعل السلبية على بعض القضايا إطلاقا، هي استراتيجية في الإطار الشرق أوسط والنقاط المحورية. أنا أتصور برأيي أن زيارة ولي العهد ستمتد إلى مصر، وقد تصل إلى 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 الأردن. أنا طبعا ما عندي أي معلومات سابقة، وأتوقع أن تصل كذلك إلى تونس والمغرب، أتوقع حقيقة. لأنها هذه الدول هي الدول اللي قد تكون لها دور فاعل إيجابي خارج العبث الذي يعني يقرأ الآن فيما يتصل به. وهل هذا سيمكن هذه الدول يعني من مقاومة هذا العبث؟ طبعا أنا أقول أن قلم الرصاص الذي رسم الخارطة العربية قد محت خطوطة بمرور 100 سنة على سايكس بيكو، وأنهم الآن بدأوا يضعون خطوط جديدة، بالذات أن معظم الخريطة العربية أصبح فيها تشويش وأصبح فيها تداخل من العراق، من سوريا، لبنان، أصبح فيها إشكالية كبيرة جدا، وأصبح هناك إعادة لهذا النظام الشرق أوسط الجديد. فزيارة ولي العهد في تصوري هي أكبر من
المحيط الإعلامي الإقليمي الرديء إلى قضية استراتيجية تتصل بالشرق الأوسط العربي. اسمح لي، هو يمكن كلام الأخ ماجد فيه طبعا شيء من أكيد من الصحة، ولكن أيضا لا ننسى أنه هناك حديث كان سابق عن الناتو العربي أو نظام الشرق الأوسط الجديد اللي متبنيت الولايات المتحدة، وفي ذكر فيه مصر والأردن والسعودية والإمارات. ف يعني هذه الصراعات، هذه الصراعات على مستوى المنطقة موجودة هنا وموجودة هنا وعلى أكثر من طرف. اسمح لي، يمكن الدكتور ماجد ترى فهمني خطأ، أنا أقول أن في جهات يعني خارج السعودية راهنت على إبطاء حركة السياسة الخارجية السعودية من خلال الضخ الإعلامي اللي كان ضد إشغال، لكن مثل هذه الزيارة هذه تؤكد أن السياسة الخارجية ماضية يعني في تحقيق مصالح السعوديين بغض النظر عن يعني هالجزئية الصغيرة اللي صارت أصبحت صغيرة بالنسبة لنا. ها عقل، إيش رأيك أنت في دور الزيارة في إعادة ترتيب البيت العربي؟ أنا أعتقد أنه يعني في تطورات في المنطقة، أي تطورات في منطقة الخليج، المنطقة العربية يعني الخليجية، المنطقة الإقليمية للسعودية، في تطورات غير عادية. نحن طبعا المملكة مرت يعني بأزمة حادة، مواجهة يعني صعبة جدا مع الغرب، مع أوروبا ومع أمريكا ومع كل اللي يعني، وفي نفس الوقت في نفس الفترة بدأت بعض القصص يعني تتفكك، موضوع اليمن، موضوع سوريا، موضوع إيران الآن في أسوأ حالاتها إيران. فأنا في اعتقادي أنه يعني مطلوب دور إيجابي من السعودية، يعبر عن مصالح السعودية لكن ضمن سياقات الحلول المطروحة، وبالتالي ولي العهد أكيد سيكون يعني في تصوري أنه هذه الأوراق الآن، موضوع اليمن، موضوع الأزمة الخليجية، موضوع يعني إيران، العقوبات الإيرانية، إيران، ونحن كل يعني قبل الأزمة السعودية الحقيقية وما بعدها نسمع يعني عن تحركات عمانية مع إيران، نسمع عن زيارات لنتنياهو، صحيح في يعني الحراك في الخليج وفي المنطقة، مو يعني مو بالقضية قضية السعودية كمشكلة حدثت، نعم، فيها وإنما السعودية هي تلعب دور إقليمي منذ في هالقضايا، ولها أدوار يجب أن تكون واضحة للآخرين، ويجب أن تكون أدوار الآخرين واضحة للسعودية. من خلال هذه الزيارات سترسم السعودية ممثلة بولي العهد، سترسم مسار لتحركها في الإقليم ومع العالم حتى تستطيع أن تكون يعني موقفها إيجابي، لكن بالحفاظ على حقوقها أيضا في قضية اليمن، في إيران، والسعودية ليست دولة حرب يعني بالتأكيد، ما تطمع، لكن ابتليت في أشياء وأيضا أجبرت على دخول حرب اليمن، ويعني كلنا نعرف، ولكن الآن في التفكك يعني في ضعف في المسارات المحيطة بالمملكة في القضايا المؤرقة للمملكة وللإقليم، مثل حرب اليمن، وضع إيران، يعني قضايا النفط أيضا. فأنا أعتقد أنه يعني مهم جدا أنه ولي العهد يكون يعني يقول للناس ويسمع من الناس، مو باللي في الإعلام طبعا. أنا إذا يعني سمحت لي شوية في الإعلام، أنا الإعلام يعني عندنا أحمال كثيرة على الإعلام، بنجيه إيه طيب بنجيه على حال. فاصل ثم نعود إليكم.